مشاهدينا الكرام، جولنا في محافظة الأنبار وسمعنا آراء المواطنين حول مجالس المحافظات المشكلة حديثا. هسه ننتقل وياكم إلى محافظة كركوك وناخذ آراء المواطنين حول مجالس المحافظات وما هو المرتقب من هذه المجالس المشكلة حديثا. خليكم ويانا. أنت كطالب كلية، شنو المنتظرة من مجالس المحافظات وشنو النصيحة اللي تقدمها لهم؟ والله أنا أتمنى من مجالس المحافظات إذا كملنا، أتمنى أنا إذا كملت أنه ألقي تعيين، أتمنى أنه يمشون بكامل خدمات كركوك، يؤدون الواجب عليهم. طبعا ماكو فرق، كنا واحد، عرب، أكراد، تركمان. أتمنى منهم أنه يقدمون شيء الكركوك. أستاذي، أنت كمواطن كركوكي شنو المنتظرة من مجلس المحافظة الجديد وشنو نصيحتك لهم؟ والله اللي أريده يعني أولا أريد استحداث مناطق جديدة بكركوك، مناطق سكنية تحتوي على مستشفيات، زائدا خدمات البلدية شوية أكو تقصير بها إلى حد ما. وأني أشكر المسؤولين كلهم وأشكركم. ما عندك ولد شاب تطلب له مثلا، تطلب تتمنى منهم أنه راتب يصير عنده أو مثلا رعاية أو من هذا القبيل؟ والله دا نشوف كركوك اكو مناطق يقولون رعايه، مثلا رعايه المراه ورعايه المعوقين، هاي موجوده. ورعايه المراه شيء جديد والله، يسموه هذا بني والله للناس العاطلين عن العمل، يعني اذا ما عنده شلون منين يجيب، وفرص العمل قليله بالمدينه. شنو المنتظره من مجلس المحافظه الجديد واذا عندك نصيحه تقدمها للمجلس؟ والله هي كركوك منطقه التاخي، ونكون كراد وعرب وتركمان كنا اخوه، ونعيش عاشه سعيده وهنيه. ومجلس المحافظه يريدوا منه الخدمات اللي تكون للمواطن، من كهرباء الى مي الى شوارع الى كل شيء، والمحافظ اشتغل وما قصروا على العين والراس. وانت كمواطن كركوكي شنو المنتظره من مجلس المحافظه الجديد وشنو نصيحتك للاعضاء مال مجلس المحافظه الجديد؟ والله عليكم السلام، نتمنى يعني مثلا اهالي كركوك يشوفون خير من هذا بل ومثلا عندنا نريد واحد يخدم الشعب، يعني واحد يخدم الكركوكين والكركوكين، يعني بدون اي قوميات، يعني الكركوك مشتركه بكل القوميات بيها، فكردي بيها، عربي بيها، تركمان بيها، احنا مرد تفرقه بكركوك، يعني كركوك كله اخوه ان شاء الله، ماكو فرق، ما نفرق باي قوميه، بس نريد واحد محافظه، نريد واحد يحكم الكركوك يعني بدون تفرقه، يعني بدون اي شيء، انت تدري يعني كل العالم يدري الكركوك بي قوميات، احنا نريد واحد شيء يخدم العراق، مرد كل شيء يعني منه، نريد يفتح التعيينات، نريد هسه احنا قاعد عندي الشهاده، هسه قاعد عندي بصيه براس الجسر، عندي بنات، هسه عندي ثلاثه بنات قاعدين، واحد عندي واحد سادس علمي، فامير المصارف يا اخي، يعني احنا نريد واحد مثلا لو يطلعنا يسوي لنا رعايه شيء مثلا، هسه مقدمين على الرعايه بس لحد لا ما طالع اسمه، ان شاء الله يطلع اسمه، بلكو هذا الحكومه الجديده يسوي لنا فشي، فالمحافظ الجديد ان شاء الله يسوي لنا فشي، يعني يفرحون الكركوكين. بالنسبه للكركوكين مثلا نريد واحد مثلا بدون تفرقه، يعني بدون مشاكل، والعالم هسه يدور مشاكل من كل الجهات، احنا ما نريد هاي الشغله، احنا نريد واحد مثل الاخوه، واحد يشوف الاخ، يعني هسه عندي انا واحد صانع عربي، واحد تركماني، ما داعي يعني انا هسه ماخذ مره تركماني، واحد ما داعي نسوي تفرقه، اقوى هذا كم قسم احزاب يدون تفرقه على مود، احنا الكركوكيين ما يصير تفرقه يا اخي. شنو المنتظره من مجلس المحافظه واذا عندك نصيحه توجهها المجلس المحافظه الجديد؟ طبعا بالبدايه نرحب بقناتكم تي في ونشكركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق مجلس المحافظة ويهيئهم. وتعرف أنت الوضع ما شاء الله آمن، والمدينة عايشة التعايش الأخوي، وننتظر منهم إن شاء الله تعيينات، وموضوع الزراعة والمسألة بالزراعة كلها محتاجينها إن شاء الله، ونطلب منهم الشباب العاطلين الرعاية، كنا بحاجتها إن شاء الله، ولا الأمان والخدمات إن شاء الله موجودة، وإن شاء الله موفقين الجميع يا ربي. كمواطن منا من محافظة كركوك، نعم. شنو نصيحتك اللي توجهها لمجلس المحافظة المنتخب حديثا، وإذا عندك يعني كلمة توجهها لهذا المجلس الجديد؟ والله إحنا نريد خدمات، وريد توفر لنا خدمات ويتوفر الأمان، والشارع الكركوك يكون أمين والناس مرتاحة. إيه هذه هي.
انت هسه يجوز عندك ولد شاب متخرج شيء، نعم. ما تطلب من هذا المجلس انه تعيين شيء؟ نعم، نطلب رعايه ونطلب تعيين ومساعده الناس، هذا نطلبه. اهم شيء من الاولويات انهم يساعدون الناس ويوفرون، نعم. يوفرون الخدمات. كنت كمواطن كركوكي شنو اللي تنتظره من مجلس المحافظه الجديد وشنو نصيحتك لهم؟ عليكم السلام. اولا اشكر قناتكم الموقره. احنا نطلب من مجلس المحافظه الجديد فرص عمل لهالشباب العاطلين. انا هسه عندي اخوي خريج من 2017 الى حد هذه لحظه ما لا تعيين لا رعايه. نروح نطالب له الرعايه يقول يروح يشتغل، نروح ندور على شغل ماكو شغل. احنا نطالب ابسط شيء راتب رعايه. هسه صار بهذا الوقت عادينه. عندي أخوي الآخر 35 سنة الحد هذا اللحظة لا راتب رعاية، لا نروح نطالب له براتب رعاية يقول لي روح دور شغل، ما يستحق راتب الرعاية. أروح أدور شغل ماكو شغل. غير توفرون شغل كخدمات، أنت من محافظة كركوك تشوف الخدمات زين، لو عندك مكانات تطلب من المجلس أن يقدم لك بها خدمات. والله هي الخدمات الحد الآن ممتازة ونشكر المحافظة على هذا الخدمات، بس نريد النوب. المواطن يريد النوب، المواطن عاش ظروف ويدور النوب من المحافظ ومجلس المحافظة الجديد، ونتوسم بهم خير إن شاء الله كلهم، وماكو فرق إن شاء الله بيناتهم. والشباب يعني هسه احنا خريج على أبواب التخرج وغيري كثيرين، يعني احنا وقت نكمل الكلية نقول دراسة نريد فرص عمل. احنا غير دارسين على موت شنو، على موت فرص عمل. احنا ندور فرص عمل، احنا أبسط شيء تعيين مقطع خاص اي شيء بس يوفرون لنا الشيء. انت كمواطن من المحافظه تطلب من مجلس المحافظه الجديد؟ انا اناشد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني، واناشد الاستاذ احمد الاسدي بزياده راتب الرعايه الاجتماعيه، يعني النفرين دي يستلم 170,000، انت عندك ايجار 250,000، عندك الدكتور مالتك اقل مراجعه 150,000، واني مثل ما تقول تحاليل وراك وعلاجات ما يكفي، وفرص عمل غير متواجده بالعراق. يعني تطلع من الصبح لليل يوميتك 10-5,000 ما تكفيك، وين تروح انت؟ يعني اغلب الاعتماد على الرعايه الاجتماعيه كونها هي الوحيد اللي تنقذ الشاب والمواطن العراقي.